ضمن فعاليات الحملة الوطنية للتوعية بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي، أقامت مؤسسة المرأة الأمة فعالية بعنوان صحتك بوعيك 5 للتعريف بسرطان الثدي وطرق الوقاية وعوامل الخطورة المسببة له بالمركز الثقافي في العدوي. نحن اليوم في عنا عدة أطباء اختصاصيين هن جايين لحتى يشرحوا عن هذا المرض ويوعوا الناس على هذا المرض. واليوم نحن بعامنا الخامس، نحن كل سنة بنعمل هاي التوعية ونحن هلا صرنا 5 سنوات، وسنة عن سنة الحمد لله هي عم بتزيد التوعية بالنسبة للسيدات، عم يكتر العدد أكتر، عم بيصير الموضوع شوي يعني طبيعي، لأنه كان من قبل كان إنه كتير موضوع كتير صعب عليهم إنه هنن يروحوا يفحصوا. من خلال هاي الفعاليات فعب نقدر الحمد لله إنه ننشر هاي التوعية. تهدف الفعالية لرفع الوعي حول سرطان الثدي الذي يعتبر أكثر مرض شيوعاً لدى السيدات، وبتختلف عن سابقتها من حيث عدد النساء اللواتي تفاعلنا مع المؤسسة وأجروا الفحوصات اللازمة. اليوم نحن عم نشوف حضور أكبر أكيد، مو بس نحن بالفعاليات، حتى بمراكز علاج الأورام سنة عن سنة التوعية عم تعمل مفعول، عم يزداد عدد السيدات المراجعات لمراكز الفحص. بالبداية وقت اللي بلشنا أول سنتين كان صراحة في العالم عنده خوف، يعني كان كل ما يصير فعالية أو نحن ننزل على الجمعيات بحكم تعاون المؤسسة مع الجمعيات كان في سيدات يكون في عندهم تخوف. بفضل الله هاي السنة نحن قبل ما تصير الفعالية تم إجراء فحص لستين سيدة، وحتى كمان في سيدات تم تأجيلهم لما بعد الفعالية إن شاء الله لحتى يتم فحصهم. يشارك بالفعالية عدد من المختصين من أطباء بمختلف اختصاصاتهم من الورم والتغذية وغيرها من اختصاصات للتوعية الأكثر حول النظم الغذائية والحياتية الخاطئة يلي بتشكل عوامل خطورة على صحة النساء وبتزيد نسب احتمال الإصابة بسرطان الثدي. أمر كتير مهم أنه ننزل للجماهير، للشعب، للمجتمع المدني ونقيم هذه المحاضرات التوعوية حتى نعطيهم المعلومة الطبية والصحية بشكل قريب وبشكل لطيف وخفيف، ممكن نساعدهم بالتوجه لحل مشاكلهم، حل أمراضهم. في كل سنة نقوم من خلال هذه الفعالية بإعطاء توعية عن أهمية الكشف المبكر وإعطاء النصيحة الحقيقية لكل سيدة كيف تهتم بنفسها وتحافظ على غدة الثدي التي لديها، بحيث أنه تتوجه وتعمل الفحص المبكر اللي هو الإيكو والماموغرام، وتتعلم كيف تعمل تفحص سريرياً بالبيت وتنتبه لأي تغيرات تطرأ على غدة الثدي. نجاح الفعاليات المقامة في سوريا للتوعية والتعريف بسرطان الثدي وحث النساء على الكشف المبكر بيزيد من عوامل نسب العلاج وتغيير أقوال الناس حيال مرض السرطان بأنه مرض نسب علاجه قليلة.